بخروج هذه الأوراق متضمنة نتائج عملية التصويت الإلكتروني، يكون الستار قد أسدل على انتخابات وصفت بأنها الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003. المشاركة الانتخابية في بغداد لم تبدو واسعة النطاق كما كان يأمل منظم الانتخابات، لكن الإقبال تحسن نسبيا بمرور الوقت. دوافع المشاركة حكمتها بالأساس الرغبة في التغيير. تغيير للأفضل بسبب يعني إحنا طلبنا هذا التغيير، ردنا نغير الدولة، وإن شاء الله هالانتخابات تكون مستقلة. طبعا كثير يعني أشياء أريد من البرلمان المقبل، خاصة أريد يعني الخدمات، أريد شبابنا إن شاء الله، العمل شبابنا. والله جينا يعني نغير، لأنه يعني تعبنا وملينا وكلش، فجينا نغير وإن شاء الله القادم أفضل وأحسن. حضور المراقبين الدوليين كان لافتا في المراكز الانتخابية في بغداد، سواء من وفود الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعول عليه السلطات للتأكيد على أنه قد تم الإيفاء بالمعايير الدولية للانتخابات. من الناحية التقنية، ما رأيناه في انتخابات اليوم وفي يوم التصويت الخاص هو أن العملية تمت بسلاسة كبيرة، ولم تكن هناك مشاكل فنية مهمة ولا مشاكل في الأجهزة، على الأقل في الأماكن التي أجرينا عملية المراقبة فيها. السلطات أعلنت القبض على 77 مخالفا للعملية الانتخابية في 11 محافظة، لكن بشكل عام لم يتم الإبلاغ عن مخالفات جسيمة تؤثر على سير العملية التي جرت وسط إجراءات أمنية مكثفة في عموم البلاد. بإغلاق صناديق الاقتراع تكون المعركة على عقول الناخبين وأصواتهم قد انتهت، والكل الآن يتطلع إلى لحظة إعلان النتيجة التي لن تتأخر كثيراً، خاصة الشباب الذين يريدون أن يطمئنوا على أن الدماء التي سالت خلال احتجاجاتهم المطالبة بتغيير الأوضاع القائمة لم تكن دماءً بلا ثمن. أحمد الكيلاني، سكاي نيوز عربية، بغداد.